السائل الكريم يسأل: هل يجوز المسح على العمامة؟ أقول للسائل الكريم: نعم، يجوز عند الوضوء أن أمسح على العمامة مثلما وضعت يدي، والمرأة على خمارها أو نقابها عند الوضوء، نعم يجوز. فقد ورد عن النبي 3 طرق أو روايات في مسحه عن رأسه كلها صحيحة. مسح النبي على رأسه، على شعره، من غير العمامة ولا أي شيء، وبدأ بيديه من مقدمة الرأس وذهب بهما لخلف لقفاه، ثم عاد بها مرة ثانية. هذا رجال ونساء. طب بعض الأخوات تقول: الشعر بتاعي تقيل وطويل وكبير، أجي أعمل كده، العملية بالنسبة لي فيها مشقة، لا يكلف رأسا لو سعها، على منه يعني للأمام، من الأمام للخلف، ولا داعي للرجوع مرة ثانية. أنا قلت صفة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أو الطريق الثاني: مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وزحزحها حتى تعود إلى الخلف قليلا، ثم مسح على جزء منها وعلى جزء من شعره. الطريقة الثالثة: مسح على العمامة فقط، وثبت وروي: من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله. نعم، يجوز لك أن تمسح على عمامتك. الشيء مش يذكر، بعض الأخوات ربنا يصلح الحال اللبس بتاعها ضيق، ما أقصدش لبس مقسم الجسم، لا، الكم بيبقوا لابسينه، ما اعرفش لابسينه بلباسه ولا يعني مزحلقينه ازاي، مش عارف. طب دي لما تيجي تتوضى يقوم مش هيرجع اكتر من كده، زي ما انا عملت بالظبط كده خالص. فهم يعملوا ايه؟ تروح متوضيه ومسحله على الكم. جبت الكلام ده منين؟ لا يجوز شرعا. نقول لك قياسا على العمامه، ده مش فيه قياس، ده مش فيه قياس، نسال الله العفو والمعافاه. طب اتوضى ازاي وانا بره البيت في الحمام اللي انت فيه؟ اخلع اللي فوق ده وتوضي، ده عباده، ده شرع. يا اما لما نبقى نجيب لبس نوسع الكم بما يسمح لنا ان احنا ايه نشمر زي ما انا شمرت كده، لكن للاسف الشديد يستسهلوا وتقول لك: ده انا سالت مش عارف مين قال ممكن تمسح على الكم. يعني من اين اتوا؟ كلام لا اصل له في دين الله تبارك وتعالى. يبقى هذا لا يجوز.